السلام عليكم، معكم احمد عرق. طبعا في هذا المقطع بحاول نوريكم كيف نقدر نسوي بارامتريك وول نفس هذا بارامتريك بريك وولز. طبعا البريك وولز هذا نقدر نتحكم فيه، نقدر نغير الدبث ونعدل فيه بعد ما نحطه في المشروع من داخل المشروع. هي بتكون فاميلي بعد ما ينحط في المشروع، نحطه في المشروع ونغير فيه بالمقاسات اللي احنا نحتاجها. Let's go to the review. نفتح new family, don't save. اوكي فتحنا new family، نروح عند الكارتن وول بانل، نضغط اوكي اوبن. حلو، اول شيء احنا بنسويه بنختار بنسوي الطوب الطوبتين تحت بعض اللي هي هذه. حلو، طبعا هي الفكره ان احنا بنسوي هنا طوبه وهنا واحده ثانيه. طبعا هذا تكون اليونت اللي هي تمشي معانا في الجدار كامل. بناخذ هذا المقاسات از ريفرنس، يعني خلنا نروح للاكستيرير بعدين خلنا نشوف الريفرنس مره ثانيه. عندنا العرض الدبث 112 ملي والارتفاع، طبعا هذه واحدة من الستاندرد بريك، الارتفاع 70 والعرض 240. خلينا العرض مثلا نخليه 200 والارتفاع نفس ما هو 70 والدبث 112. بس اول شيء بنسويه عندنا قلنا الارتفاع 70، اول شيء خلنا بس نغير UN اختصار UN، بعدين ندخل على اليونت لينكث، نخلي هذه مليمترز. اوكي بس على اساس يكون سهل علينا. اول شيء نسوي عندنا هذا الارتفاع، احنا قلنا 70 فبنسوي 70 زائد 70 140، خلى 140 طبعا الحين خليته مليمتر. حلو، طلعناها معنا بهذا الشكل. نروح العين عند العرض الحين، بما انه اوريدي مقسم لنا الاثنين فبناخذ بس الطول الدبث الطول حق الوحده فيهم، يعني بنخليها 200 مثلا، ولا يلا 220 مثلا، هو من 200 الى 230 اللي هو طول الطوبة الواحدة اللي هي البريكس. حلو، الحين طلع معنا 20 في 70 140. اول شيء نسوي نروح كرييت، طبعا احنا حاليا بس خلينا الارتفاع والعرض. نروح كرييت نسوي لنا ريفرس بلان، نروح لين النص، مو بشرط يكون 100% لانه احنا لا دقيقة create reference plan، انا ضغطت اللاين، نجي في النص، مو بلازم يكون دقيق لانه احنا الحين بنخليه في النص بالضبط. نروح عند dimension، نسوي dimension من هنا للنص الى الطرف عشان يكون عندنا، عشان يكون اوضح لان الحين هذا كبير. بس خلنا نصغر السكيل، نخليها من 1 إلى 10 بس عشان الارقام تصغر ويوضح الشغل. حلو، الحين نروح عند ال هذا نخليها ايكوال، بس نضغط على الدايمنشن. هنا بيجي عندنا رمز الايكوال يخلي الخط متساوي بين الريفرنس اللي فوق والريفرنس اللي تحت. حلو، ثاني شيء بنسويه نسوي اجين ريفرنس بلان، واحد يكون هنا واحد يكون هنا. اعتقد الحين بين الشكل اللي احنا ناويين نسويه. الفكرة ان احنا نسوي طوبة فوق يمين وطوبة تحت يسار بحيث انه يكون هذا اليونت. حلو، طبعا الحين ايش بنسوي؟ بنسوي مرة ثانية دايمنشن، هنا واحد هنا واحد، طبعا حاليا ما يهم الارقام لانه احنا بنوحدهم كلهم. بعدين نضلل هذول التو دايمنشن. طبعا لو تلاحظوا الحين قبل لا اروح صار احنا الفكرة نبي نسوي هنا طوبة هو بريك وهنا واحدة ثانية ونقفلهم بحيث انه يكونوا هذا كلهم يونت واحد. الحين صار معانا 20 و22 دايمنشن، خلنا نضللهم. نروح نسوي كرييت باراميتر نسميه اوفر هان مثلا، نخلي التايب نفس ما هو. شوف توحد معانا لو تلاحظوا على نفس الرقم. الحين ايش نسوي؟
نرسم على نرسم الطوبة الأولى، نروح عند create extrusion، بعدين نرسمها باللاينات. نجي نبدأ من هذا اللاين، حلو، أتمنى يكون واضح. بعدين نسكره، لازم نسكره، نسوي هذا اللاين نسكره، نسوي هذا الريفرنس لاين أقصد، ونسكره وهذا الريفرنس ونسكره. بعدين نسوي ترم بحيث يظهر معانا الاكستروجن بريك، صح. لو نروح للثري دي، لو تلاحظوا طلع معانا الدايمنشن هذا كبير جدا. احنا نفس ما قلنا في الريفرنس اللي عندنا، الريفرنس اللي عندنا هذه الدايمنشن الدبث نبيها خلينا نقول 112، احنا الارتفاع خلينا الحين الوحده فيهم 70، بس باقي الدبث نبي نخليه 112، حلو. نضغط عليها، نجي عند الاكستروجن اند والاكستروجن ستارت. خلني عشان اوضح لكم الفكره، عشان اوضح لكم الفكره الحين نروح عند الاكستروجن اند الحين والستارت. الفكره هنا ان احنا بنسوي ايش، 112 كم نص ال 112؟ 65. دقيقة، 5 6. وعند الاكستروجن ستارت ما ابغاها تبدا من الصفر، تبدا من الماينس 5 6، لانه الحين الخط الريفرنس يعني 56، بعدين يجي الخط الاند على اساس احنا نكون نصفناها في نص الخط، صارت معنا بهذا الشكل. بس الحين نروح عند، نرجع مرة ثانية عند الاكستروجن، الحين سوينا واحدة لازم نسوي الثانية، نرجع نفس الخطوات نسوي create reference plan عشان نسوي الثانية، نرجع نسوي نفس الفكرة، نسوي الحين dimension الثاني، بعدين ايش نسوي، خليهم نفس الشيء اللي هو الدايمنشن البارامتر اللي احنا سميناه overhang، نروح هنا ونغيرهم بس مرة ثانية، نرجع نسوي create extrusion، نعيد نفس ال، لازم نسكرهم على اساس ما يصير معنا اي مشكلة. بعدين بهذا الشكل، صح. الحين لو تلاحظ ظهرت معانا شكل التو بريكس، فخلنا نروح مرة ثانية عند الثري دي. لو تلاحظوا هذه نفس النظام، فبس نضغط عليها ونخليها نفس المقاسات اللي قلنا أول شيء، اللي هي نص ال 112 65، والستارت ماينس أقصد 56 56. فلو تلاحظ ظهر معانا هذا الشكل، هذا بتكون شكل اليونت. بس على اساس نكمل قبل ان ندخلها في المشروع، نروح عند الريفرنس بلان، لانه الحين الدبث احنا الحين سوينا، لو تلاحظوا نفس ما انا قلت لكم انه 56 و56، انا ليش سويت الستارت والاند؟ بحيث انه خلاص تتنصف تجي معانا في نص الريفرنس بلان. بس الحين على اساس نخلي الموضوع نوثقه اكثر، يعني ما يصير في اي لخبطه لما ندخله للمشروع، نسوي كرييت، نسوي ريفرنس بلان في هذه المنطقه 1، وريفرنس بلان في هذه المنطقه، على اساس احنا نقدر نتحكم بالثيكنس داخل المشروع. يعني مثلا البريكس مثلا يمكن يكون كاستمايز وعرضه 20، يعني مش لازم انه يكون بنفس ال 112، عادي اذا كان عرضه 20 يعني عريض بزياده نقدر نعدله على طول بضغطه زر. الحين نروح عند ال دايمنشن، قبل الدايمنشن نروح عند اللاين، حلو، الاين هذا التولز، سوي نروح عند الالاين هذا التول، نضغط عليها، حلو، نضغط الريفرنس مع هذا الطوب الاولى. لو تلاحظوا الحين احنا عندنا الطوبتين، هذه الاولى هنا هذه الثانيه، بس لان هذا الجاي من فوق الصوره فيبينوا مشتبكين مع بعض في النص، فنضغط على هذا الريفرنس، بعدين نضغط على الطوب الاولى، بعدين نقفل، بعدين على الطوبه الثانيه
هيجا مرة ثانية align. الطوبة الثانية ونقفل. الحين نضغط هنا align. الطوبة الأولى ونقفل align. الطوبة الثانية ونقفل. الحين نسوي dimension من هنا من هذا الريفرنس إلى هذا الريفرنس. تلاحظ 112 بحيث ان احنا بعدين نقدر حتى نغير 150 20 whatever من داخل المشروع. نسميه نسوي له باراميتر نيو باراميتر ثيكنس. اوكي طلع معانا بهذا الشكل. الحين خلنا نروح عند 3D على اساس نشوف كيف طلع معانا. الحين اللي باقي ان احنا نضغط عليه على واحدة فيهم او خليها ثنتين. بعدين نروح عند الماتيريال من هذا الجهة ماتيريال. خلينا الحين نسوي ماتيريال بس يعني ديفولت. كرييت نيو ماتيريال نسميها مثلا. لا انا بس بدل ما نسميها حلو خلنا بس نسوي بينت اي شيء حاليا. دخل معنا الحين بهذا الشكل. نروح عند الكلر خلنا نخليها مقاربة مثلا لون الطوب. نروح عند اليوزر رندرينج appearance نخليه ما يحتاج الا reflect. نسوي اوكي نخليه realistic. ما عجبني الماتيريال يعني 100% لان في الباترن هذا شليناه. خليناها الحين بهذا الشكل. احنا بعدين نقدر نعدل في الماتيريال يعني بعد ما ندخلها المشروع. حلو الحين نسوي فايل مثلا سيف از فاميلي خلينا نسميها. انا اوريدي سويت قبل بريك 1 خليها مثلا بريك 2. حلو الحين نروح عند الفايل نيو بروجكت. انا بس لان هذا الابديت دخلنا الحين نيو بروجكت. بعد ما ندخل نيو بروجكت خلنا نروح عند وول. نروح عند الكارتن وول نسوي وول بهذا الشكل بس على اساس لانه مشروع جديد. نخلي اليونت مليمتر. اوكي اوكي هذا الوول الاول. نخلي مثلا الوول الثاني كيرف مش مشكله. اوكي خلنا نخلي ارتفاعهم 3000. حلو نروح الحين على 3D. نروح طبعا هذا ما صار كيرف لانه الجلاس الحين ما في جريدز. حلو الحين احنا بنغيرهم. نروح عند الاديت. حلو نخلي اللاي اوت حق الجريد فيكس ديستنس. السبيسنج احنا خلينا ارتفاع الوحدة 70 140. العرض 200 حطيناهم 220 فنخلي العرض 220 220 440.
هذا الفيرتيكال، بعدين عندنا الهوريزونتال الارتفاع 71 ف 140. سوي اوكي حاليا، لو تلاحظوا طلع معانا بهذا الشكل، بس انا نسيت اسوي دبليكيت. لا تنسوا تسوي دبليكيت، بس عادي بما انه مشروع جديد مش مشكلة. قبل لا تسوي الاحصائيات لازم تكتب مثلا بريك تو اسم الكارتين وول يعني نفسه دبليكيت، بعدين تحطوا الاربعين والمية واربعين، المية واربعين ومية واربعين. الحين صار معانا بهذا الشكل، لو تلاحظوا حتى الكيرف بين، بس باقي الشغلة اللي ايش نسوي. نجي عند هنا نضغط على مثلا هذا الوول، تعطينا الحين من وين تبدأ عندنا، من وين يبدأ عندنا الطوب. الطوب الحين من وين يبدأ عندنا اول يونت، بيبدأ من هذا المكان، بس انا ابيه يكون من هنا على اساس الكونكشن يكون مضبوط بين التو وولز. يعني نضغط على السهم، بعدين نضغط على السهم بيظهر معانا بهذا الشكل، هذا المطلوب. نجي عند الوول الثاني نضغط على هذا على اساس نعرف من وين يبدأ من وين ينتهي. خلاص اوكي، من دام يبدأ من هذا المنطقة الامور طيبة. بس حاليا ايش نسوي؟ نضغط على الوول، او قبل لا نضغط على الوول نجي عند ال 3D الطوبة اللي احنا سويناها load to project file. دخلت عندنا الحين وين؟ الفاميلي في البروجكت. نرجع مرة ثانية 3D، نضغط على الكارتن وول اللي سويناه البريك كارتن وول، edit type، بعدين نروح عند الكارتن بانل مكتوب نون، نضغط عليها ننزل تحت. لو تلاحظوا هذا هو بريك تو اللي احنا تونا سويناه، بريك اسم الكارتن وول بريك تو، مش كارتن وول بريك تو، كارتن وول بريك تو هذا الماتيريال. بس لما تنزل هذا اللي احنا نزلناه الحين جبناه من المشروع. اوكي نشوف كيف بيظهر معنا بهذا الشكل. نضغط عليه الحين هذا نفس الشيء، نغير الكارتن وول بريك تو، بس ظهر معانا بهذا الشكل. نروح نخليها رياليستيك، شوف كيف. بس الحلو الحين ان احنا عندنا نقدر نتحكم فيها. لو تلاحظوا الحين نضغط على تاب، نجي هنا ونضغط تاب تاب، ظهرت معانا هذا اليونت. هذا اليونت الحين نقدر نتحكم بالدبث ونتحكم بالطول. edit اللي هو اقصد الهانجو اوفر هانجد اللي احنا سويناه اللي هي المسافات على اساس تتحكم بالفراغات. اوكي الحين عندنا الثيكنس اللي هو الحين الثيكنس عندنا 112 اللي هو خلينا نخليها عريضه جدا 200 مثلا، وهذه يخليها 30. شوفوا كيف طلع معانا على طول، تغير الشكل. حتى لو نجي هنا نضغط edit نخلي ال خلينا نجرب نخلي هذه 70. شوفوا كل ما كبر الرقم كل ما المسافة صارت أصغر. الحين بهذا الشكل حلو. الحين لو تلاحظوا الحلو في الموضوع، لو نجي عند الاركتكتشر وول نروح عند الوول اللي احنا سويناه خلاص بهذا الشكل، نرسمه مثلا خليه بشكل مثلا دائري، نرسمه بهذا الشكل خلاص بيتم دائما معانا موجود. بس نفس ما قلت لكم المساحات نضغط على واحدة من اليونت ونحددها ونغير الثيكنس او الطول بحيث ان احنا نتحكم في الفراغات اللي بين البريكس. وشكرا، هذا التوتوريال اليوم. تبوا اي توتوريال ان شاء الله، تبوا اي توتوريال ان شاء الله فولو سبسكرايب للتوتوريالات الجايه، ان شاء الله بتكون اسبوعيه، كل توتوريال بيكون فيه شيء جديد باذن الله. سلام.